وعرفنا الصبر لغة واصطلاحا وأنواع، وذكرنا أنواع الصبر وهي ثلاثة فيما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب، وهو أميز شرح لهذا الكتاب فيما أعلم من العلم القليل، أميز وأنفع شرح لهذا المصنف هو رياض الصالحين. وقد ذكر في الشرح أنه شرح الكتاب مرات ومرات، وهذا الشرح الذي بين أيدي الكثير منكم هو مفرغ من أشرطته من الأشرطة. والشيخ العثيمين رحمه الله نقل عنه أنه سأل بعض أهل العلم أو شاور بعض أهل العلم في التأليف، فنصحه بعضهم بالدعوة والإكثار من الدعوة، وقد يقيض الله له من يهتم بتسجيلاته وشروحاته ومن يفرغها، وقد كان ولله الحمد أكثر من 80 مصنفا من مصنفات الإمام النووي رحمه الله، من مصنفات الإمام ابن عثيمين رحمه الله أخذت من تفريغات أشرطته، شرح أصول الثلاثة، شرح كتاب التوحيد قول المفيد، شرح التدمرية، شرح السفارينية، شرح الفتوى الحموية، وشرح رياض الصالحين، شرح الأربعين النووية، شرح الورقات، شرح الأصول من علم الأصول، وإن كان أن صنف المصنف هو ثم شرحه، وشرح مجموعة من الكتب وفرغت. ولذلك الإنسان يهتم بالدعوة، فإن أراد الله نشر دعوته انتشرت. قال ابن عثيمين رحمه الله: وقد لا يرى الداعية أثر دعوته في حياته. الداعية قد ما يشوف أثر الدعوة في الحياة بتاعته، لكن بعد وفاته يقيض الله تعالى من يهتم بما نشر أو ما ترك من العلم النافع، العلم الصافي المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة.